الكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. ان شاء الله هذه الحلقه هذه ديال عند لاطارت هذه اللي كنت عملت ليها فيديو على هاد الجينواز هذا، ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد لاطارت ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله تدعمونا باللايك، ما تنساوش ديما اللايك باش كتشجعوا القناه. يعني لايك يعني شنو كي يعني كتاخذ واحد الافاده، وملي كتاخذ انت ديك الافاده كتعطيه اللايك، ماشي ليا انا، كتعطيه الفيديو للقناه باش كتشجعها كتزيدها لقدام. وكنتمنى ان شاء الله تكون داير الاشتراك والضغط على الجرس فوقاش ما عملت شي فيديو جديد يوصل لك الاشعار ديالو ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله تبارتاجي هذا الفيديو مع جميع الأصدقاء ديالك والأحباب. وكنتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح في الحياة الدنيا. وإن شاء الله دابا غادي نمشيو لطريقة التحضير ونعطيكم شنو كيخصنا لهاد لاطارت هادي. أنتم اللي كيخصنا هو الأول ضروري ضروري ومؤكد من كيسميتو من الجينواز يكون واجد قبل باش كيكون بارد، ما يكونش سخون، يكون بارد وكيكون خارج منه هذاك الميديتي ديال داك البخار، داك لافابور اللي كيكون فيه الداخل، خصو يبرد يخرج منه تماما. وهنا غادي خصنا كريم فريش، يعني انا كنفضل هاد النوع هذا، هاد كريم فريش ماجيك، كيساعد شويه في الخدمه ديالو، كيكون ثقيل شويه، ما كانش بحال ولا لا ولا شي حاجه، كتكون خفيفه بزاف ما كتساعدش. خصك ضروري الا عملتي ولا لا خصك تعمل مع شوكولا، شوكولا بيضه تذوبها وتخلطها معاه باش كيشدها شي شويه، وتزيد مع شويه ديال الجيلاتين باش كيشد كيقسح شي شويه، ما يجيش داير كيكون محرحر، يعني كيبقى يلعب. وهنايا عندي 10 ديال الورق ديال الجيلاتين، انا بغيتها تكون قاسحه بزاف. وهذا الماء يعني فاش غادي نعملوه، نعملوه بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، دابا خصني نعملوه هنايا لداخل باش يرطاب نلقاه واجد بهذه الطريقه هذه. وهذا السيرو يمكن لك تعمل مع اي مذاق، سيرو كتعمل الماء والسكر ومثلا القرفه ولا الفاني ولا شي حاجه ولا الحامض، قشره ديال الحامض، ولا كطيبها مع واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه، كتحيدو كيبرد، ديرو تعملو في الثلاجه حتى يبرد تماما، عاد يمكن لينا نسقيو به الجينواز ديالنا. وعندي هنايا مكسرات ديال الكركاع كما كيبان لكم، عندي هذا صحيح وهذا مهرس، هذا غادي نعمله لداخل، وهذا غادي يمكن لي نزين به شي حبات من الفوق، خليته صحيح. وهذا اللي كيكون مهرس يعني ديك تكتب بالاخر دلاك، يعني ماشي ما تدكدكوش بزاف، خصو يبقى باين واحد شويه، ما يكونش بحال الدقيق، يعني كيجي مهرمش بحال هكا. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو لطريقه العمل. من بعد ما طلعت الكريم ديالي كما كتلاحظوا، يعني شاد شويه راسو مزيان، وهنا عندي مذاق ديال الاورانج، وهنا عندي هذاك الجيلاتين دوبته هنايا، كتعمل شويه ديال السيرو، كتعملو في هاد الكاسرون يسخن، وديك الساعه كتبقى تحركو شويه بشويه حتى كيدوب فوق داك الماء، داك السيرو يسخن، كتعملو بهاد الطريقه هادي، وتصفيه ضروري ما تصفيه باش ما يرتاحش داك الجيلاتين اللي ما ندورش ولا شي حاجه، يبقى في يعيب لك الحلوه ديالك.
هنا غادي نجيبو البانسو وكنسقيو كما كتلاحظوا يعني بهذه الطريقه هذه كنمشيو نسقيو كامل ما تعطيوش السيرو بزاف لحقاش الا بغيتو لحقاش ملي كتخليوه يتعطل في الثلاجه في الكونجيلاتور كتكون جوله راه كيزيد الماء ديال الثلج يعني بحال هكا هكا تعرفوا الاخر يعني تسقات ماشي كيبقى كاين بعدين كيبقى يعطيوها الماء السيرو ديالها بزاف اكثر من القانون لا بحال هكا صافي كنعرفوا الكاطو ديالنا صافي شرب يعني كيكون باين البسكويت ملي كيكون شارب الكسميتو ديالو السيرو ديالو كيكون باين هانتوما ما كيكونش داير ميه بزاف لا هنا غادي نمشيو الطريقه يعني طريقة سهلة خص الإنسان غير كاين بزاف ديال الحوايج ملي كنقول هاد الوصفة سهلة يعني بحال هكا الإنسان يعني ماشي شي حاجة صعيبة وكاين البعض كيقول لك أودي أنت كتسهل كلشي كتسهلو ما وراه سهل ماشي شي حاجة غير الإنسان يخدم غير شوية العقل ديالو ما راه حتى شي حاجة ما صعيبة قلت لنا نقلبو بهاد الطريقة باش يصلح لينا باش ما نمشوش مع الدبين مع اللاطه ديال الكارناج باش ملي كنكارني خصني نكون مرتاح ما نكونش مع الدب يعني بحال هكا يعني الحاجه سهله ماشي صعيبه نتوما بهذه الطريقه هذه هنا غادي ناخذ هاد المكسرات هادو بهذه الطريقة وما تخلطهمش هنا تعمل بهذه الطريقة هادي يعني النص غادي نعملو هنا والنص غادي نعملو بهذه الطريقة هانتوما غادي ناخذ هاد النصاص هادو اللي قسمت يعني النص ديال الجينوازة جوج جينوازات اللي عملت النص من هنا اللي حيدت كتزيد مع النص اخر راه عاد حيدت واحد المورص اخر هادي كانت تقطعات يعني ماشي مشكل هادي ديال الوسط ما تخافش منها هنا كنبريسيو شويه مزيان غير بشويه ما نتكيوش بالجهد غير بشويه باش كتقاد الداخل كتعمر دابا غادي نسقي ونعاود نفس الطريقه وغادي الوجهه الاخيره ان شاء الله غادي نولي بعدو نبين لكم مزيان هذا الشيء هنايا كنتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان على حق وطريقو انتم من بعد ما قرنيت وقديت قطعت دوك الطروفه هما هذوك الجناب الجوانب اللي كيكونوا هنايا محيدين هانتوما كما كتشوفوا يعني راها جاهزه للخدمه ولكن غادي نعملها في كل جيلاتور تشد راسها مزيان وديك الساعه ان شاء الله غادي نعمل ليها واحد الكلاصاج ان شاء الله غادي نوريكم على حسب الكراميل اللي قلت اللي عملنا ليه الكسميتو نوريكم طريقة يعني سهلة ماشي شي حاجة صعيبة انتوما كتخوا واحد شوية بحال هكا وهنا كنبقى نهزو ونمشيو هنايا باش نعمرو لاطارت ديالنا لحقاش هي راها جامدة باش ما نعملوش الكراميل بزاف يعني باش نماسكيو بهذه الطريقه هذه تلا كان خاصنا واحد شويه
نزيد واحد شوية بحال هكا، الطريقة كنوريكم الطريقة اللي هي سهلة، ما كنوريكم شي حاجة تكون صعيبة ولا ما انتم نمشيو معاها كاملة. صافي هكا ونخليوها تشد راسها مزيان، وديك الساعة نكملوا ليها التحسينات ديالها في الزواق في أي حاجة تزوقها باش ما بغيتي. هنا من بعد التزيين ديالها كما كتلاحظوا يعني تزوقها باش ما بغيتو، أنا كان لاكوموند ديالها يعني هو هذا، وانتم يمكن لكم تعملوا ليها أي حاجة، يا بشيكولا يا بالنوكا يا بأي حاجة حبيتوها. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقة ديال هاد الحلقة هذه إن شاء الله، وكنتمنى لكم صحة جيدة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.